الكويت ضمن اتحادات كرة القدم المعارضة للفساد. تقرير منظمة الشفافية الدولية صنف كأكثر من 80% من الاتحادات بذلك، مسببا تصنيفه بقلة أو انعدام الرقابة الحكومية والادعاءات الكاذبة بضرورة عدم التدخل في الشأن الرياضي وراء شبهات الفساد في معظم المنظمات الرياضية وعلى رأسها الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية بحسب تقرير منظمة الشفافية. التقرير أكد أن اتحادات الكرة الوطنية والإقليمية باستثناء القارة الأوروبية لا تنشر أي معلومات عن ملايين الدولارات التي تتلقاها من الفيفا وتنفقها، وأن 16 اتحادا من أصل 209 فقط تمتلك حسابات مدققة ومعلنة. خطر فساد مرتفع دعت المنظمة الدولية في تقريرها لحوكمة ورقابة عليه لمزيد من الضبط والشفافية على أن تكون قابلة للرقابة في كل المنظمات من القاعدة للقمة.